عم نحط الفاونديشن كلود بطريقة الطبطبة وطلوع تيفوت بكل التجاعيد. تجاعيد؟ طبق شو يا أمي؟ لا 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 ليلك بيضتين افتح لك قلبي الطعم مش فاضي أنا. بعتولي فيزا جابوني من قطر ميك اب فور ايفر. بكره شوف يا امي لوين بدي وصلكم، بدي بيضكم وجهكم. وحياتك ما تقبل الا على هوليود وصلكم، بدكم تقشعوا حالكم فيي، بدي عليلكم. ايه ايه يقولوا امه لتوني مش معقول. صاروخ. صاروخ على رمضان على على هوليود دغري. كوكو. ايه طيب يلا نبلش؟ يلا بدنا نبلش ماما، اوكي بعدين بحكيك. اهلين. هاي كوكو. انت هون؟ انا هون. ما انتبهت. يا حلوة رمضان. تسلم لي. جاي حاطة مكياج وبدك تعملي مكياج؟ مكياج؟ هلا هودي شوية كحلة من امبارح، شوية حمرة من أول امبارح، جاي تقلي هني مكياج؟ طب كلود معلش الله يوفقك، شي اليوم بليز. اوكي يلا. تأخرنا. هلا أنا بدي أشهرك وحياتك ما تقبل إلا بآخذك على هوليود معي يا بول. هاي آخرتي. أنا بول كوستانتينيان، حلقة جديدة من حلوة رمضان رح كون معكم، رح فرجيكم الستبس تبع ميك اب كلود، رح نشبشبها ونجملها وهي مقتنعة إنه هي أنجلينا جولي. بس شو رأيك كلود عرفيهم عن نفسك؟ أنا كلود بدي أعرف عن نفسي كلود داوود. طب فينا نبلش؟ تفضل. أوكي. خلينا نبلش بكريم إيدراتانت، شو رأيك؟ هيدا الكريم. عظيم. نوريشين كريم تيغذي لك بشرتك الحلوه. اوه بجنن هيدا، سامع عنه طبعا. انت بعرف انه ما بتحب تشيل الغره، بس انا رح شيل لك غرتك هلا على الكاميرا. معلي يعني لك انت بتمون. اوكي. دائما بحركات دائريه كلود، يعني انا بعتبر حالي بعدني مبعوز كل هال اكيد تكنيك هيدا. طبعا الفاونديشن رح استعمل لك المات فيلفت، شفتي هيدا المات فيلفت غير شكل. شو عندك كلود؟ معزومة على الإفطار غير شكل. في قصص بيكون العالم ناطرتني، فنانين بدهم يسألوني شيء، مشان هيك أنا بحب المكياج يكون بيرفكت. طبعاً. الليلة بدي يكون غير شكل. عم نحط الفاونديشن كلود بطريقة الطبطبة وطلوع تيفوت بكل التجاعيد. تجاعيد؟ هلا شايف في تجاعيد بوشي؟ لا لا أعوذ بالله، سوري أنا ما قصدت أنت يعني إجمالاً، هيدي صاحبتي. شوية تعب، نايم سامع زمان، أنا نايم منيح وارتاح، بيروحوا كلهم هولي. طب حطينا الفاونديشن، رح نحط لك الكونسيلر، بس الكونسيلر كمان ليفتنج، عندك مشكل معه؟ هلا بوجهي بيعمل حساسية أنا. بس بما إنه عم تستعمل البرودكت هيدا أكيد حتى ايدي ماي بردي. طبعا ميك اب فور ايفر ما في. مزبوط. ما في عندك مشاكل معه. رح تحطي الكونسيلر من برا لجوا. ثاني ميل اكيد دائما بنفس الطريقه من برا لجوا. وزعنا الفاونديشن، حطينا الكونسيلر الليفتنج نمبر 2، هلا رح استخدم النمبر 1 كرمال بس غطي الجيوب الموجوده. جيوب شو؟ جيوب شو؟ وين في جيوب؟ وين شايف في جيوب؟ ما عم تشربي مي يا كلود. ساعة تجاعيد ساعة جيوب. ما عم تشربي مي صح؟ مي كباية مي بيروحوا هون. يلا هلا رح جيب لك. معقولة؟ ما شفتيك انت. وفي استفيد منه ونحبي هون حول التم. هلا بدي استعين بالبالات الكوركتر يلي هو فيه الأورينج والبن الغامق 20، وراح غطي الدبل تشين يعني الدقن المزدوج. ما قبل شوي قلنا هول اللوز ما بكي شي انت. بيفور وافتر لنشوف. هلا انت رح تستغربي بس تشوفي ما حتصدقي انه هاي انت كلود. احلى شي فيكي من خارك ناتورال طبيعي 100%. ايه الحمد لله كلنا هيك بالعائله نحنا. كلنا نخيرنا صغار وجنا نقي. ما تكذبي من كم سنة عملت من خارج؟ أنا كان في عندي نتفة لحمية مش كبيرة كمان اللحمية يعني، بس هيك شلت اللحمية بس يعني نفس دغري. ايه هلا بكرة شوف كلهم بدو يجوا لعندك بس يشوفوني عاملي هالميك اب. بدون طبعا انت اكبر دعاية بدون يطبوا عليك. ايه يلا عم كبر لك هلا خدودك. دائما بدك تنتبهي او المشاهدات كمان رح ينتبهوا انه حفره الخد موجوده من الدينه باتجاه الـ T
تم يعني من هون لهون بس ما منوصل يعني بتضحكي تحكي شوي ومنوصل لنص الخد ومنوقف ومنرجع نعمل لها بلاندينج. هلأ رح نثبت الفاونديشن ورح ثبت لقلك ثبت. جبت البنانا والأورنج من الـ HD Compact Powder وعم بخلطهم. أنا ليش بخلطهم؟ لأن بدي بيجمنتس إذا بحال عندها تدبغات على جلدها كمان عم بيليلوا من خلال الفاونديشن يغطيهم بطريقة نسبية بسيطة كمان بيعطينا كفرج أكتر بنفس الوقت لأنه HD كتير خفيف يعني بس عندي إنه ثبتها بطريقة كتير لطيفة وبالريشة ما تنسوا إنه بالريشة يعني بعتبر حالي من أول السهرة لآخرها المكياج مثل ما بفوت مثل ما بتظهر مثل ما بظهر 100% عظيم هذا المطلوب. أنا بلشت بالبنانا بنص الدقن فوق الشفاف بشوي بنص المنخار وأكيد بنص الجبين لثبت داير الوجه عم بخلط الأورنج أكتر من البنانا يعني إذا بدكم ضربة بضربتين. بتعرف ان احنا ما ثبتنا تحت العين هلا رح ثبتها بالHD الترانسبارنت مع شويه شادو. ما تستغربوا انه الشادو فيكم تستعينوا فيه از بيجمنت كمان تخلطوا غراضكم اذا بحال ما عندك كومباكت باودر فاتح فيك تستعينوا بالشادو. وانا تحت العين فتحت بالخسفه اللي عندك اياها اللي ما عندك اياها قصدي انه اذا بحال حدا عنده خسفه للي عنده ايه طبعا خلينا نرجع نعمل تاني ميل عم نثبت المش خسفه وبشو عم فتح بالشادو. يلا تنعطيك شوية لون أنا هلأ هون رح استعين كمان بالشادوز رح خلط كلهم سوا بس أكيد بين البيتش والزهر كرمال أخذ لون مهضوم ووزعهم على راس خدودك. ما بيأثر إذا شيء مثلا لا. كله معمول للوجه للوجه لو للعينين حطيتهم على الخدود بالعكس ما بيأثر المهم إنه تعرفين تحطهم. خليني أرسم لك هالحواجب لنختفوا. هلا رح صلح الحواجب عليهم شوي لان مدى عينك رح كبرها لان انت عامله تاتو. تاتو انت بتفكر هيك كلهم بيفتكروا انه انا عامله تاتو ببين هذا الخط الاسود ما بعرف ليه عامله تاتو ما بعرف منين جاي هذا عامله تاتو انا مش متذكره بس عامله تاتو مش متذكره عامله تاتو بس كلهم بيقولوا لي عامله هذا الزيح الاسود تاتو انا مش متذكره عامله ما بيأثر. بهالعملية رح استعمل البرو لاينر ورح استعمل معهم البرو جيل اللي فيه فايبر مثل ما شايفين رح ارسم باللون البني ورح ارجع استعين ومشط الحواجب اللي عندها ياهن الباقيين من بعد التاتو بالبرو جيل كرمال طول الحواجب اللي عندها ياهن الشعرات اللي عندها ياهن على الحواجب ورح استعين بشادو شوي بوردو لان هي عامله لون شعراتها بنفسجي على محمر شوي. نرسم ومنجلس ايدنا. عم بستعين بفاونديشن قد ما بدك ترجع بترفع الحاجب بالتطبيق بتحطه طبعا هاي صرت هلا ها عم بقدرك لانك عم بتقدر التفاصيل ايه اللي فسر ليش عم بتعمل هلا شو هذا البرو جل كريم هيدا فيه فايبر بيطولوا الشعرات تبع الحاجب وبكسفون يعني منحطهم بهالطريقه ايه ومنمشط الحواجب فيهم طلوع. اسم الله انت حواجبك كتير عباية ميرسي عن جد. هلا ما في شك انت بتزبط وانت بتساوي بس انه انا ماني بحاجة هذا اللي بدي اقلك ايه بس تعرفي كمان رح اخترع شغلة هلا لان البني مع شعرك لون شعرك مش زابط رح صححه بشوية شادو. رح جيب الريشة المشطوبة رح اخد لون بوردو شوي تبعه للون الشعر يعني تبع الحاجب للون الشعر هاي شي حلو بيطلع نفس اللون برافو. هلا صرنا بالعيون رح نبلش نغير العيون غير شكل يصيروا اي لون بتحبي انت الازرق من سايبه العين الازرق قال رح تقتلني رح اعمل جلطه نو واي. عم بخلط لونين تخيل عينيك لفوق بدي انسى هالطعج الموجوده هون كل ما بدك تعمل لي طرف ميك اب لشي من وجهي بدك تحط لي فيه انتقاد هيدي طعجه هيدي جعدي هيدي لوقه ليه يا بول ليه انا ما عم بعمل شيء انا عم فرج بس المشاهدين بدي شيل الطعجه بدي شيل الجيبه بدي شيل الجعدي اشتغل بدون ما تلفت
ما تسمي. خلص اوكي، انت لو بتشوفي كيف عم تطلعي غير شكل، هلا اخر شيء لو ما عجبك شو رح نحط؟ ازرق. مصره مش حتغيري، مصره على الازرق. هلا عم بشتغل بالريشه يا كلود، شايفه قد ايه خفيفه على عينك. خلصنا الشادوز، هلا عم نخلص القوم. هاي الحقيقة شو بدها هلا؟ الو، ايه كيفك انطوانيت؟ كيف صحتك؟ يي عليك هالخبريه، كانه مزبوط حدا بيحط خل على وشه. يه 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 يه، انا قلت لك خل؟ يمكن شي مره قلت لك حطي لك نقطه لبن حطي شي خل؟ انا فونديشن حياتي ما بحياتي حطيت ولا بسمع فيها ولا بعرف، بسمعكم انتم بتحكوا. لا انا اكثر من نتفه حمراء على شفافي او نتفه كحل بعيني مش حاطه. يلا حرقتي وجهك. طيب اوكي تسلمي لي، بقاش فيني طول، انا مشغوله عم بطبخ. يلا بقبق وجهك، بعرف. يلا اوكي، باي حبيبتي، باي. ايه عسل، حطي عسل. يلا الله معك، باي. خليها تلزق اكثر منها ملزقه، العمه ملزقه هيدي علي. هلا رح لزق لك رمش غير شكل. قد ما بدك لزق، مثلك انت لزقه، بس مثلها هي ما بدت تلزق. عن جد انك لازقه ما بتحلي عني. لزقه؟ هلا شوف هيدي اللزقه اللي عم تشتغلها، شو بدها تعمل، شو بدها تصيد فيه. يلا. انا عندي نظره عينين بتقتل، هلا مش ناطره لحتى اعمل لهم ميك اب لعيني لابرز لهم جمالهم، هن عيني حلوين. ليك هالرموش اللي عندي، ليك هالدبحة العينين اللي عندي. اسم الله عن جد. ركبنا الرموش، ضل عنا الايلاينر، رح نستعمل الجرافيك لاينر ونشوف على كلود كيف رح يطلع. عم بعبي بين الرموش وجوات الجفن. شو ناقصك هلا؟ ماسكارا. ناقصني التركواز، لو سمعت منك حطيت لي التركواز. يا الله هالتركواز، ما كنا نعرف نخلص من هالتركواز. انا رح احكي وفسر شو عم تعمل، بليز ركز لي على الشغل احلى ما ترجع تغلط وترجع تشوه بجمالي. اوكي. جايب الكونسيلر، غلطان هون بالشغل، عمل لي تعجات وجعودات حوالي عيني، هو ما عندي شيء انا من هون، وعم بيرجع بمحيهم بيحاول انه يصلحهم، ان شاء الله يزبطوا معه. بس انا ما بشك بما قدرته. مزبوط طبعا. اوكي يا عين. ايش قلش اللي بحب من هون تكون صنديحتي عاليه. انا صنديحتك ما نحن بعيني بس هيدي هون سحبتي عاليه. اوكي سحبه، بحب السحبات. خلصنا فوق العيون، هلا رح احط لها قلم ازرق، رح فشلك خلقك، رح احط لك ازرق بس هي. اي مش حيلا ازرق، لان الاكوا اكس ال غرام قلبي من الميك اب. هالقلم الازرق شو بيعلم بسرعه. عن جد انا اللي عندي. يلا بنجبر عيني لحتى يبين. خلص خديها معك. ميرسي. لا شو ميك اب فوريفر كرمه. عن جد ما بقبل. ما بتقبلي بس اخذتيها. وهلا وصلنا على الحمرة، ما بقى في شيء غير الحمرة، رح نستعمل الاكوا ليب الفور سي ونخلص المكياج. عطينا الكونتور. ايه. ورح نرجع نستعين بالليكويد ليب مات. كلود نحن خلصنا المكياج، المشاهدين شافوا وانا شايف طالع بتحقدي، بس بدي اعطيك المرايه لتشوفي انت نفسك. هي شو؟ لا ما عم صدق حالي. يا الله شو حلو، يا الله شو طبيعي، يا لك هالبشره شو ناعمه. ما عم بقدر شيل وجهي من المرايه، عن جد شيء ما بيتصدق. لا ما عم صدق اللي عم بسمعهم. لا انت عم تقولي هالحكي هلكتيني، صار لك ساعتين بتقولي لي ما تحط لي وحط لي وشل لي وحط لي ازرق وعمل لي وسوي لي. بس شفت معك حق انه انت نقيت الالوان. هلا اخر دقيقه تقولي هيك ما حنخلص اذا بنضل ما بدنا نسمع لكوكو. ما بتخلص حكي، لا بتضلها تحكي هي لحالها، حتى بتحكي حلو على حلو. شو بده يطلع؟ مش بس معي بتحكي كل الوقت بتحكي. فزورة اليوم بتقول شو لون المي بالنيل الأزرق؟
والجواب رح تستوحوه من اللون اللي حطل لي اياه بقلب عيني يلي انا كنت من الاول مصمم بدي احطه. احذروا الجواب، وهذا البوكس اللي بقيمه 1150 درهم رح يكون من نصيب خمسه بيناتكم، وخمسه بعيون الحساس، خمسه. يلا عرفتوا الجواب، ما لكم غير تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبع الميك اب فور ايفر ميدل ايست، وتعلقوا على الفيديو بالجواب المناسب. رمضان كريم.